يوضح المانوبريم اللي هو مثل الهيد مالتن ستيرنوم. عندنا اول شيء الابر بارت، اول شيء عندنا الجاجيلر نوتش، جاجيلر نوتش او يسمونها سوبرا ستيرنوم نوتش. هنا عندنا هذه كلافيكولر نوتش يتصل بها الكلافيكل. هنا عندنا هاي النوتش هنا هم يتصل بها الكوستال كارتليج مالت الفيرست ريب. عندنا هنا هم فاسيت يتصل بها السكند كوستال كارتليج. عندنا هذا سبوت يوضح البادي اوف ذا ستيرنوم، البادي اوف ستيرنوم بي ارتيكولار فاسيت للسكند والثيرد والفورث والفيفث والسيكث والسيفنث كوستال كارتليجز. عندنا هنا السكند كوستال سكند فاسيت، هنا اكو نص للمانوبريوم يكون نص للبادي اوف ذا ستيرنوم. هذا وهذا.